ما هي الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها، وبالأخص الخروج من المنزل وزيارة الأقارب والمرضى قبل مغيب الشمس؟ المرأة المتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا إذا كانت غير حامل. أما إذا كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل طال أو قصر، بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام في المتوفى عنها وفي غيرها، وعليها في أثناء العدة لزوم الإحداث. والإحداث يتلخص في 4 أشياء: أولا ملازمتها للبيت الذي مات زوجها وهي فيه، فتبقى فيه ليلا ونهارا حتى تنتهي العدة، ولا تخرج إلا لحاجتها التي لا بد لها منها، ويكون ذلك في النهار. أما زيارة القريبات أو المرضى هذا لا يسبب لها الخروج من البيت، لأن هذا ليس حاجة ضرورية، لكن الحاجة الضرورية هي التي لا بد لها منها ولا يقوم غيرها مقامها فيها، تخرج في النهار فقط ولا تخرج في الليل. الشيء الثاني، عليها أن تتجنب الطيب بجميع أنواعه سواء في بدنها أو في ثيابها. الأمر الثالث، عليها أن تتجنب الزينة في ثيابها أو الزينة بالحلي، فلا تلبس الحلي ولا تلبس ثياب الزينة، وكذلك الزينة في بدنها، فلا تختضب ولا تستعمل المساحيق والأشياء التجميلية ما دامت في العدة. هذه هي الأمور التي تجب على المحدة: أولا المكث في البيت، وثانيا تجنب الطيب، وثالثا تجنب لباس الزينة من الثياب، ورابعا تتجنب لباس الحلي بأي نوع كان حتى تنتهي.